شرع الحق والإيمان، فتفقهوا في شرعة الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإمام ومحكم القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المبارك. برنامج هداية السائل للإجابة على كل ما يتعلق بشهر الصيام من المسائل الشرعية التي تخص الصوم، وكذلك كل الأبواب الفقهية الأخرى. نحن على استعداد للإجابة على كل سؤال يرد من المشاهدين الكرام على أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. ولحين ورود هذه الاتصالات نقرأ عليكم بعض موارد استحباب الإمساك عن المفطرات. هناك 6 موارد يستحب فيها للمؤمن أن يمسك عن المفطرات، يعني هو ليس بصائم، يعني فرض الصيام إما لا يجوز له لصفة معينة فيه، وإما لا يقبل منه مثلا أيضا لصفة معينة فيه. أدرجت هذه بكتب الفقه على 6 موارد. المورد الأول اللي يستحب فيها الإمساك عن المفطرات، أولا المسافر الذي أتى بمفطر في السفر ثم عاد إلى وطنه قبل الظهر، أو وصل إلى مكان يريد الإقامة فيه 10 أيام. هذا هو المورد الأول، يعني اللي ينشئ سفر مثلا من بيته، أو هو جاي مثلا من السفر لكنه حين مجيئه إلى وطنه قبل ذلك كان قد تناول المفطر، يعني شرب ماء أو أكل مثلا طعام أو أي من المفطرات الأخرى. هذا لما يوصل إلى وطنه أو المكان الذي يريد أن يقيم فيه 10 أيام، هذا لا يستطيع بعد ذلك إكمال الصوم. لماذا؟ لأنه قد أتى بمفطر. في الوقت المتبقي من النهار إلى المغرب هذا يستحب فيه أن يمسك عن المفطرات، يعني هو مو صايم الآن وباستطاعته أن يأكل ويشرب، لكن يستحب له أن يبقى ممسك عن المفطرات إلى المغرب، وهذا اليوم يقضي بعد ذلك بعد رمضان. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني، المسافر الذي يصل إلى وطنه بعد الظهر، يعني هو ما تناول واحدة من المفطرات، لم يتناول شيء من المفطرات لكنه لم يصل قبل الظهر، وصل شنو؟ بعد الظهر، يعني فات وقت النية. وقت النية للإنسان مو مسافر وإنما قاعد في وطنه، وقت النية هي من الليل قبل الفجر، لكن المسافر صحيح ينوي ذلك اليوم صيام، لكن ايش وقت لازم يكون يبدي من العزم وتصح منه النية؟ لما يوصل إلى وطنه وبعد قبل الزوال، يعني بعد أذان الظهر ما صاير ما مأذن، يقدر يجدد النية يقول أصوم ذلك اليوم أو هذا اليوم
لوجوبه قربة إلى الله تعالى بهالاستط. وبعد ذلك خليه يأذن ويصلي صلاة الظهر، هذا اليوم ينحسب له. لكنه بما أنه مسافر ولم يأتي بمفطر من المفطرات، لكنه وصل إلى وطنه بعد الظهر، في هذه الحالة المتبقي من النهار إلى المغرب يمسك، وهذا اليوم يقضيه بعد رمضان. هذا هو المورد الثاني من موارد استحباب الإمساك عن المفطرات. زين، المورد الثالث المريض الذي يبرأ قبل الظهر. هذا المريض لم يأتي بمفطر، يعني لا أكل لا شرب لا كل شيء باكو، لكنه قبل أذان الظهر شفى من مرضه، برئ من مرضه. في هذه الحالة المريض الذي يبرأ قبل الظهر وقد كان أتى بمفطر، شلون المسافر اللي كان مسافر وقد أتى بمفطر، يعني أكل وشرب ووصل إلى وطنه قبل الظهر، هنا المريض أيضا إذا برئ قبل الظهر وهو كان قبلها ماكل شارب مثلا ماخذ أدوية، في هذه الحالة بعد ما عنده صيام، يستحب له إكمال هذا اليوم ممسك إلى أذان المغرب ويعيد هذا اليوم قضاء بعد رمضان. أما المريض الذي برئ قبل الظهر ولم يأتي بمفطر، يعني ما كان هو لا ماكل لا شارب لا ماخذ دواء كل شيء ماكو، يقدر يجدد النية ويصوم ذلك اليوم، ينحسب له صيام. زين، أيضا النقطة الرابعة والمورد الرابع المريض الذي يبرأ بعد الظهر، يعني فات الزوال أذن أذان الظهر وبرئ بعد الظهر، شفى الله سبحانه وتعالى شافاه من مرضه، في هذه الحالة بعد ما ينحسب لصيام، يكمل ذلك اليوم استحبابا ممسكا، يمسك إلى المغرب، يظل ممسك عن المفطرات. هذا طبعا هذه النقاط وهذه الموارد أحب أذكر دائما أنها موارد استحباب الإمساك عن المفطرات، وهذه من تلك الموارد المريض الذي برئ بعد الظهر. النقطة الخامسة، وقبل أن أقرأ النقطة الخامسة أيضا أحب أن أذكر المشاهدين الكرام إلى أننا مستعدون لتلقي اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم على أرقام البرنامج الظاهرة على الشاشة أو أسفل الشاشة، ريثما يأتينا اتصالاتكم واستفساراتكم وأسئلتكم نقرأ باقي موارد استحباب الإمساك عن المفطرات. بقت عندنا نقطتين، النقطة الخامسة وهذه النقطة تخص النساء، المرأة التي تطهر من دم الحيض ودم النفاس أثناء النهار، بعد هي الآن أثناء النهار مو صايمة، يعني لا يجوز لها الصوم باعتبار أنها حائض وباعتبار أنها نفساء، فما يجوز لها الصوم ما تصوم، لكنها لو طهرت أثناء النهار مثلا ساعة بالعشرة الصبح أو ساعة 12 الظهر أو ساعة بالوحدة الظهر، ماكو فرق، أي ساعة من ساعات النهار المرأة إذا طهرت من الحيض من دم الحيض أو النفاس، طبعا تروح تغتسل تعمل عمل اللي تسويه الحائض بعد أن تطهر من دم الحيض، هو أن تذهب وتغتسل، تمسك بعد ذلك عن المفطرات إلى المغرب، يستحب، وهذا مورد استحباب الإمساك عن المفطرات إلى المغيب. هذه هي النقطة الخامسة.
النقطة السادسة من موارد استحباب الإمساك عن المفطرات: الكافر الذي يسلم بعد الظهر. كافر بأي نوع من أنواع الكفر كان هو مثلا، أو مثلا من أصحاب الديانات السابقة، كان يكون هو على اليهودية، على النصرانية، أو فرضا لا ديني ليس له دين، هذا يعد كافرا، غير مسلم، يعني غير مسلم مطلقا، لا يشهد أن لا إله إلا الله مثلا، هو ما شاهد هذه الشهادة فيعتبر مسلم، يعتبر كافر. أما الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في هذه الحالة هذا مسلم، عصم ماله ودمه، غير هذا يعتبر شنو؟ كافر. هسه هذا الكافر لو أراد أن يسلم قال أنا أريد أسلم، فشهد الشهادتين أثناء النهار، قبل أن يقول الشهادتين هو كافر، لا يجوز منه الصوم، وإن كان هو مكلف بالفروع، يعني الكافر وإن كان مطالب ومكلف بالفروع، يعني بالصلاة والصوم والحاج والزكاة وغيرها، يعني ذن الفروع، الكافر مطالب بها مفروضة عليه، لكن هو الآن في حال كفره لا تقبل منه هذه حتى ولو أداها، لا تقبل منه حال الكفر، لكن لو أسلم قبلت منه. الآن لو أسلم في نهار شهر رمضان، في نهار شهر رمضان مثلا ساعة 10 الصبح أو 12 الظهر أو أي وقت من أوقات النهار، الآن هو مسلم لازم يكون يصوم، لكن بما أنه أسلم في النهار، في هذه الحالة شنو؟ يظل يستحب له أن يمسك عن المفطرات إلى المغرب. هذا المورد السادس من موارد استحباب الإمساك عن المفطرات إلى المغرب، يعني إلى أن ينتهي ذلك النهار. طبعا هذه هي الموارد الستة. ما زلنا احنا في تعداد الامور المهمة من المسائل الشرعية التي تخص الصيام في برنامجنا هذا، برنامج هداية السائل، كل يوم يأتيكم في هذا الوقت، وريثما تأتينا منكم الأسئلة والاتصالات نحن دائما نظل نقرأ في الأحكام، أحكام الصيام، لكي يستفاد أو يتعلم مجموع كبير من الناس اللي يحبون أن يطلعون أو يجب عليهم أن يعلموا بهذه المسائل الشرعية علما، على الأقل علما، ما نقول يقينيا لكن علما معرفيا، لما يسألوه يقولوا له مثلا ما هي المفطرات، على الأقل يقدر يجاوب يقول المفطرات مثلا كذا وكذا وكذا. ما هي أحكام المفطرات، يستطيع أن يقول مثلا أحكام المفطرات كذا وكذا، تمام. فهذا البرنامج كذلك الاطلاع على الرسائل العملية، كذلك السؤال من رجال الدين أينما حلوا أينما كانوا، المكلف يجب عليه أن يتعلم أحكام دينه، مو شرط أنه في أحكام الدين الخاصة بالصيام، بل أحكام الدين الخاصة أيضا بالصلاة، وأحكام الخاصة بالزكاة، والأحكام الخاصة بالخمس، والأحكام الخاصة بالحج، والأحكام الخاصة بالصوم، وكل الأحكام الخاصة التي تكون محل ابتلائه أيضا في المعاملات، مثلا في البيع وفي الشراء وغير ذلك، عن الأئمة عليهم الصلاة والسلام ورد هذه الرواية أو مضمون هذه الرواية
التاجر فاجر ما لم يتفقه في الدين. مو شرط انه واحد عنده كم فلس راح بالسوق قام يبيع ويشتري وانتهت المسألة. المفروض ان يتفقه في الدين، ان يسأل حتى يقال انك مجنون. الامام الصادق عليه السلام يقول: ليت العصا على رؤوس اصحابي حتى يتفقهوا بالدين. المقصود من اصحابي هنا مو خصوص اصحاب يعني العلماء اللصيقين بي دائما، وانما المقصود به الشيعة. هسا الشيعة العاديين العوام او طلبة العلم او المثقفين منهم او باي صنف او عملهم يعملون، ينبغي عليهم ان يتعلموا مسائل دينهم، شرائع دينهم، المسائل الفرعية. الذي يستطيع أن يقرأ ويكتب ممكن أن يقتني رسالة عملية ويقرأ في هذه الرسالة العملية عن شرائع دينه والمسائل التي تقع محل ابتلائه. واللي ما يعرف يقرأ ويكتب يسأل مثلا رجل دين، جارة مثلا، أو في الحي، أو معتمدي المرجعية الموجودين في محافظاتهم، المكاتب الموجودة، أو مثلا يتصل على مكاتب المرجعية أو أحد رجال الدين، أو على البرامج التي تبث من القنوات الدينية. ووحدة من هذه القنوات الدينية هي قناة الإمام الحسين عليه السلام الثانية، التي آلت على نفسها أن تجعل برامج دينية تختص بالفقه ومسائل الشرعية لتعليم الناس الفقه وتعليم الناس مسائل الشرعية التي تقع على الأقل التي تقع في محل ابتلائهم. من أحكام المفطرات إذا أتى الصائم بأحد المفطرات عمدا واختيارا بطل صومه. هذه النقطة الأولى من أحكام المفطرات. لا إشكال إذا أتى الصائم بأحد المفطرات مثلا عن غير عمد. عندنا هنا عمد واختيار، وعمد بلا اختيار، وسهو ونسيان إلى آخره. زين، شنو الفرق ما بين العمد وغير العمد؟ العمد يعني الصائم قاصد لتناول المفطر، هذا يسموه عمدي، يعني عنده قصد داخلي، وثم بعد ذلك هذا القصد الداخلي يدفعه إلى أن يتناول المفطر، هذا نسميه شنو؟ عمدا. أضافوا إليه قيد اختيارا حتى يكون العمد بالاختيار غير العمد بلا اختيار. شنو الفرق بيناتهن؟ العمد الاختياري يعني هذا الشخص القاصد لتناول المفطر وما حد جابر على ذلك، هو من نفسه. أما العمد الغير اختياري يعني مو باختياره هو، واحد مثلا جابر على ذلك، يجبره على أن يتناول المفطر، وهو أمتى راح يتناول المفطر مثلا خوفا منه، هذا يسموه عمد ولكن بلا اختيار. زين، بلي عندنا اتصال. أبو محمد تفضلوا. اتصال من أبو محمد. يبدو أن الاتصال انقطع. نكمل هذا الأحكام، أحكام المفطرات. ذكرنا مسألة أن يكون عمدا، أما غير عمد شنو؟ الغير العمدي يدخل فيه السهو مثلا، النسيان مثلا،
ذني الأمور. ممكن مثلا هذا الصائم يتناول بعض المفطرات ولكن عن غير عمد. أبو محمد من كربلاء تفضلوا. بعض الأحيان أبو محمد من كربلاء المقدسة تفضلوا سؤالكم. تقبل الله صيامكم. ألو الله يحفظكم سيدنا. أنا عندي سؤال. ما أسمعكم جيدا تفضلوا. الصوت ما واصل بصورة صحيحة. بلي الاتصال انقطع مع أبو محمد ولكن الكنترول شاكرين نقلون سؤاله في أنه عندما يصوم يجري دم من أسنانه أو من اللثة مالته. طبعا جريان الدم من هذه الأسنان من أو من اللثة أو غيرها ما لم يبتلعه، يعني لازم كوني لفظة خارجا. إذا جرى الدم في مثلا في فمه جراء اللثة أو حتى في اليقظة أو حتى في المنام، زين يروح يغسل حلقة لكن ما يبتلع هذا الدم، أو ما يبتلع مثلا الغسالة التي غسل بها، يغسل فمه ويبصق هذا المغسول أو الدم خارج فمه. ما لم يبتلعه لا إشكال في صومه، يبقى على صيامه. نعم، نكمل معكم أحكام المفطرات. النقطة الثالثة، إذا أتى الصائم بأحد المفطرات سهوا، طبعا قلنا قبل شوية أنه لو أتى الصائم بأحد المفطرات سهوا ماكو إشكال فيها، يعني يقدر يكمل صيامه إلى النهاية وصيامه صحيح وغير باطل ولا إشكال فيه. ليش؟ لأن الفعل مالته هذا غير عمدي، سهوي ما يدري. لكن لو بتخيل، هو تخيل يعني بعد أن تناول مفطرا بشكل سهوي سهى وأشرب له مثلا قلاص ماي، وهو تخيل أنه صوم فسد بطل صومه، وقال ما دام أنا مثلا بطل صومي خلي أشرب باقي القلاص، خلي أروح مثلا آكل فاكهة، خلي أروح آكل طعام، يلا بعد أنا بطل الصوم مالتي. بهالطريقة هو يتخيل ذلك. في هذه الحالة بطل صومه هنا. لو كان باقي على السهو الأول يبقى صوم على يعني لا إشكال فيه، والصوم باقي صحيح ويكمل هذا اليوم ولا غبار على صومه. لكن بما أنه تخيل بطلان صومه وتناول المفطر بعد ذلك هنا بطل الصوم، ولازم يكون هذا اليوم يعيده بعد رمضان يقضيه. زين، النقطة الرابعة، هنا مسألة الإجبار اللي قبل شوية أنا نوهت عنها في مسألة ما لو تناول المفطر عمدا واختيارا. زين، إذا تناول المفطر عمدا لكن بدون اختيار، هذه النقطة الرابعة فيها فرضين. فرض الأول طبعا هو كلاهما إجبار، لكن مرة يجيب واحد يشتفه ويفتح حلقة ويدخل الطعام، يوجر في فمه الطعام إيجارا هكذا. شلون مثلا واحد جايب مثلا الطير ويزغط بالطير هيجي يدخل طعام، كذلك فعل هذا للصائم. هذا لا يبطل صومه، يبقى على صيامه وصيامه صحيح. ولكن هذه الفقرة الأولى من الإجبار. الفقرة الثانية من الإجبار، ما شتف ولا قل ولا مثلا خلى الطعام بحلقه، وإنما قال له إن لم تفطر
إن لم تتناول هذا الطعام، إن لم تشرب هذا الماء، أصيبك أو أصبناك بضرر مالي أو بدني. بل نكمل هذه الفقرة بعد أن نأخذ هذا الاتصال من حسين من الشطرة. يا أهلا وسهلا بك حسين، تفضلوا. تفضل أخ حسين. أيضا الاتصال غير متوفر، يبدو هناك أكو خلل في الاتصال. نكمل هذه الفقرة. فإذا قال له إذا لم تأكل أصبناك بضرر مالي أو بدني، فأكل حينئذ هذا الصائم، خاف ارتعب فأكل حينئذ، تجنب للضرر في هذه الحالة بطل صومه. عاود معنا الاتصال الأخ حسين من الشطرة، تفضلوا أخ حسين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم أخ حسين. إذا كنت تسمعني أخ حسين، يا ريت أنه من الموبايل تكلمني، من سماعة التليفون أفضل، وإن كان أكو الظاهر أكو خلل بالاتصال. فيا حبذا من الكنترول يدونون السؤال مالته ويرسلوا إن جزاهم الله ألف خير. النقطة الخامسة من أحكام المفطرات، يلزم على كل المؤمنين الصائمين من الذكور ومن الإناث أن لا يذهبوا، يلزم أن لا يذهب الصائم عموما إلى مكان يعلم أنه سيجبر فيه على الإفطار. إذا يعلم أن هذا المكان إذا رحت له أكو هناك ناس أقوياء مثلا ممكن أن يجبروني على الإفطار، مثلا هو مثلا صائم صيام من الصيام الواجب مو صيام المستحب، لأن الصيام المستحب يختلف هنا المسألة. الصيام المستحب هنا يجب على المؤمن إذا دعاه مؤمن آخر إلى بلي. هناك سؤال وردنا من أخت من السماوة، في الأخت فاطمة من السماوة، السؤال ما هو بالضبط؟ بلي اللي الأخت من السماوة المتصلة من السماوة، نعتذر طبعا للمشاهدين الكرام في مسألة رداءة هذه الاتصالات في هذا اليوم. إن شاء الله احنا في الأيام المقبلة نستقبل اتصالاتكم بأفضل من هذا. الأخت المتصلة من السماوة اللي سؤالها يقول أنه عندها مرض بالكلى، احنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليها بالشفاء التام بحق محمد وآل محمد. الدكتور إذا قال لها ما تقدرين الصومين، وهي تشوف نفسها، هي إذا شافت نفسها أنه أيضا ما تقدر الصوم فما تصوم، ما عليها سوى أن تدفع الفدية، تدفع الفدية، والفدية مقدارها 3/4 الكيلو عن كل يوم، كل الشهر 22 كيلو ونص. بعد ما أعرف أنه بلي، احنا في هذه الدقائق الأخيرة من البرنامج نحب أنه نذكر المشاهدين الكرام بأعمال هذه الليلة، الليلة الخامسة، الغسل، ولأنها من ليالي الأفراد، وصلاة ركعتين بالحمد، والتوحيد 50 مرة. فإذا سلم بعد الركعتين
صلى على النبي محمد صلى الله عليه وآله ما أتمرة. ثم بعد ذلك دعاء، يقرأ دعاء مروي عن النبي محمد صلى الله عليه وآله. إذا سمحونا أو بقي من الوقت نقرأ هذا الدعاء. الوقت المخرج، سيد المخرج يقول ما عندنا وقت مع الأسف، لذلك احنا نعتذر أيضا لجمهورنا الكريم للمؤمنين والمؤمنات على رداءة هذه الاتصالات لهذا اليوم. إن شاء الله في الأيام القادمة نكون احنا إن شاء الله في خدمة المؤمنين والمؤمنات، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحق والإيمان، فتفقهوا في جرات الديان. الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن.